موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. بداية، استدعت محكمة الأربعاء البليدة طالب الجامعة عبد النور أيد سعيد لسماعه من طرف قاضي التحقيق، وكانت ذات المحكمة قد استدعت الطالبة الجامعية إيمان عبد اللي لسماعها أيضا من طرف قاضي التحقيق. ويتعلق استدعاء الطالبين الجامعيين بقضية يتابع فيها معتقلي الرأي إسماعيل عقون بن نونة عبد الجبار، حما عادل، ودكدوك عبد الجليل، الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت بقرار من قاضي التحقيق بتاريخ 14 جوان 2021. أجلت محكمة وسيف بولاية زيوزو محاكمة رئيس بلدية بوزقن رشيد دعلي إلى تاريخ 29 نوفمبر الجاري حسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. ويتابع دعلي بتهم تتعلق برفضه تنظيم الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ووضع المعني تحت إجراءات الرقابة القضائية في 7 جويلية الماضي. في خبر آخر، كشف وزير العدل عبد الرشيد طبي عن إنشاء قطب وطني متخصص جديد لمعالجة الجرائم الإلكترونية في الجزائر التي باتت تهدد استقرار وأمن البلاد على حد تعبيره. وقال الوزير لفوروم الإذاعة الوطنية إن هذا الإجراء لا يهدف إلى التضييق أو المساس بحرية التعبير بقدر ما يهدف إلى الردع والتشديد في معاقبة المتورطين في نشر الأخبار المغلوطة التي تؤدي إلى تهديد أمن واستقرار الوطن على حد قوله. ننتقل متابعينا إلى أخبار الجوار. وفي المغرب، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن وزير الدفاع بيني غانتس سيقوم بزيارة رسمية إلى المغرب في 25 نوفمبر الجاري من أجل توقيع اتفاقية تعاون في المجال الدفاعي، منها التأسيس لبداية مشروع صناعة طائرات بدون طيار في المغرب. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الزيارة المرتقبة لبيني غانتس إلى الرباط ستدوم 2 يومين، وسيلتقي خلالها نظيره المغربي عبد اللطيف لودي، إضافة إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة، من أجل مناقشة وتوقيع اتفاقية ثنائية بين إسرائيل والمغرب تهم الجانب الدفاعي بالدرجة الأولى. أما في ليبيا، أعلن العسكري السابق خليفة حفتر ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة ليوم 24 ديسمبر المقبل. ووعد حفتر الليبيين في كلمة متلفزة بالدفاع عن الثوابت الوطنية وأهمها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها. وتأتي هذه الخطوة بعد 2 من إعلان سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ترشحه للانتخابات. نختم متابعينا بأخبار الرياضة، حيث جددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مناشدتها لوسائل الإعلام المعتمدة لتغطية مباراة الجزائر بوركينا فاسو اليوم الثلاثاء بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة، أنه يمنع منعا باتا بث الصور من داخل الملعب خلال كل أطوار المباراة. وقالت الفاف أن هذا الحظر الصارم الذي ذكرت به الفيفا خلال أكتوبر الماضي يتعلق بجميع مراحل المباراة، وأي صورة تتعلق بدخول وإحماء اللاعبين والنشيدين الوطنيين وغيرهما. وشددت ذات الجهة أن أي تجاوز بإمكانه تعريض الاتحادية للعقوبة، لذلك ووفقا لما تقتضيه اللوائح تحتفظ الفاف بحقها في استبعاد أي شخص يرتكب تجاوزا وتجريده من شرط الدخول ومنعه من تغطية قادمي المباريات. حظ موفق لمنتخبنا الوطني في هذه المباراة الحاسمة. بهذا نطوي متابعينا هذا الموجز، ندعوكم للاشتراك على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا ومتابعتنا على قناة اليوتيوب الخاصة بنا غاديو أم، ومتابعة أخبارنا على موقعي غاديو-أم.نت ومغرب-إيماج.نت. إلى اللقاء. We'll be right back.